مساء الخير عليكم. هنتكلم النهارده عن الكشف المبكر لسرطان الثدي. اولا يعني ايه كلمه كشف مبكر؟ عشان بعضكم مش عارف يعني ايه المصطلح ده، يعني ايه كشف مبكر؟ انتوا بتسمعوا في كل حته الكشف المبكر عن اورام الثدي، الكشف المبكر عن سرطان السيدات. يعني ايه كلمه كشف مبكر اصلا؟ كشف مبكر دي معناها ان انت ما تبقيش بتشتكي من اي حاجه، يعني صدرك سليم تماما، مش بتشتكي من اي حاجه، لا كالكوع ولا وجع ولا افرازات ولا اي حاجه، ومع ذلك انت بتروحي برضو تكشفي عشان تطمني ان مفيش سرطان ثدي لسه مش عامل اعراض. يعني يا دكتور تقصد ان انا مبقاش بشتكي من اي حاجه خالص واروح اكشف؟ اه، حتى لو مش بشتكي من اي حاجه خالص ولا حاسه باي حاجه. ايوه، هو ده اللي اسمه الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طب يعني انت تقصد يا دكتور ان سرطان الثدي ده في الاول ممكن ما يعملش اعراض خالص؟ اه، كان في فيديو قبل كده عملناه قلنا ايه الاعراض اللي لو حصلت لك، كان قلنا 5 اعراض لو حصلت لك تشك ان في لا قدر الله سرطان ثدي، فلازم نكشف عشان نطمن ان مفيش، يعني ان شاء الله ما يكونش في حاجه. لكن السرطان الثدي في اوله في المراحل البدائيه وهو حجمه 1 سنتي مثلا او اقل، مش هيعمل اي اعراض. انت هتبقى كتله صغيره قوي قوي حجمها 1 سنتي او اصغر جوه صدرك، هتحسيها ازاي؟ خصوصا لو صدرك كبير مش هتحسي بحاجه. وبالتالي تمام، احنا بنعمل الكشف المبكر ده عشان نكتشف السرطان ده قبل ما يبتدي يعمل اعراض. لو انت مشيتي على الكشف المبكر ده مظبوط، ده معناه ان احنا لو لا قدر الله حصل هنكتشفه بدري في المرحله الاولى. تمام، طيب ايه فايده ان انا اكتشفه بدري مرحله اولى ولا تانية؟ فرقت ايه؟ لا، بتفرق في ان هو احتماليه العلاج التام ايه، احتماليه الشفاء التام من المرض ايه. يعني انت عندك مثلا المرحله الاولى دي تمام نسبة الشفاء فيها 98%، دي نسبة عالية جدا، يعني معنى كده ان بإذن الله يعني غالبا او بإذن الله اكيد هتخف. ما حدش فهمني غلط، عشان اللي بيسمعني وعنده مرحلة تانية ثالثة رابعة ان شاء الله كله بيتعالج، بس اكيد كل مرحلة كانت بتدري كل ما احتمالية الشفاء كانت اعلى، لكن بإذن الله كله بيتعالج وكله ليه علاج. انا مش قصدي كده عشان ما حدش يفهمني غلط وما حدش يزعل ويخش في الكومنتات يقول لي معنى كده ان انا مرحلة رابعة مش هخف، لا بإذن الله كلكم هتخفوا اللي بيسمعني وعنده المرض يعني. لكن انا دلوقتي بشرح ايه اهميه ان احنا نكشف بدري من غير ما يبتدي تظهر اعراض. طيب السؤال الثاني بقى، في سؤالين. اولا ازاي بنعمل الكشف المبكر ده؟ يعني انا دلوقتي مش بشتكي من حاجه من صدري يا دكتور، عايز اطمن، اعمل ايه؟ اكشف ازاي؟ يعني اروح اكشف عند دكتور جراحه ثدي ولا اروح اعمل اشعه؟ ولا اكشف بلاش اشعه ولا اعمل اشعه وبلاش كشف؟ تمام، ده لازم نعرف. الحاجه الثانيه، اكشف امتى؟ يعني انا عندي دلوقتي 20 سنه يا دكتور، محتاج اكشف من دلوقتي ولا استنى لما يبقى عندي 30 سنه ولا استنى لما يبقى عندي 40 سنه؟ ايه السن المناسب اللي ابتدي عنده؟ وهل معنى ان انا عندي مثلا دلوقتي 20 سنه او 25 سنه ان انا اكيد مش هيحصل لي؟ طيب نجاوب على اول سؤال، ازاي بنعمل الكشف المبكر؟ الكشف المبكر ده باختصار بيبقى 3 حاجات. اولا الكشف عند جراح ثدي، دي بتبقى اول خطوه، لان دي اللي بيترتب عليها الخطوتين التانيين. بمعنى حضرتك بتجيلي او لاي جراح ثدي حضرتك بتثقي فيه، الجراح ده احنا شغلتنا ان احنا بنعمل كشف كامل للثدي، تمام، ولاي حاجه في الجسم تخص الثدي، كويس، يعني بنكشف عليك تمام وناخد تاريخ مرضي كامل، كويس، وبالتالي بعرف قد انت عندك حاجه ولا لا، ومشكوك ان يحصل لك او لا. يعني مثلا واحده تيجي تقول انا والدتي جالها سرطان ثدي، واحده تانية والدتها ما جالهاش، يبقى اللي والدتها جالها دي اكثر احتماليه ان يجي لها. هل معنى كده ان اكيد هيجي لها؟ لا، مش اكيد هيجي لها ولا حاجه، ده النسبه 10% بس، لكن اكيد انا خاف على دي اكتر من دي، يبقى انا لو يبقى هعمل كشف مبكر لدي اكتر من دي. تمام، طيب يبقى اول حاجه ان احنا بنكشف عند جراحه الثدي. طيب انا دوري اعمل ايه؟ انا دوري بعمل لك جدول متابعه. جدول متابعه يعني جدول، تمام، في التواريخ. انا مثلا قررت لك ان انت هتتابعي كل سنه، ابتداء من دلوقتي هتتابعي كل سنه، يبقى احنا كشفنا النهارده مثلا، تمام، بكتب تاريخ النهارده وبكتب الكشف كان فيه كذا، تمام، ببعتك تعملي الحاجه الثانيه اللي هي اشعه. الاشعه دي عباره عن ايه يا دكتور؟ نعمل سونار ولا نعمل ماموجرام ولا نعمل سونار وماموجرام ولا نعمل رنين اضمن؟ تمام، نعمل ايه حسب السن وحسب الحاله. يعني مثلا السن الصغير ما يفضلش ان انا اعمل ماموجرام. ليه؟ الثدي الصغير يعني كل ما يبقى سنك صغير كل ما الانسجه بتاعه الثدي السمك بتاعها بيبقى اكبر. يعني تلاحظي مثلا لو حضرتك دلوقتي عندك 45 سنه مثلا، تلاحظي ان صدرك ايام ما كان عندك 20 سنه غير دلوقتي، صدرك كان انشف شويه. الانشف ده بيترجم في الماموجرام، الماموجرام ده عباره عن اكس راي يعني اشعه سينيه عاديه خالص، فده بيترجم على ان هو خطوط بيضاء.
الخطوط البيضاء دي كل ما كانت اكتر، كل ما انا ما اقدرش اشوف لو في كالكوعه في الثدي، لان الكالكوعه بتبقى لونها ابيض برضو، وبالتالي لو في خطوط بيضاء كتير الكالكوعه دي هتبقى هيدن، هتختفي، مش هشوفها كويس. غير واحد مثلا واحده ست عندها 45 سنه، الست عندها 45 سنه الثدي بتاعها بيبقى اخف شويه، يعني الانسجه اقل كثافه، وبالتالي خطوط البيضاء بتبقى اقل، وبالتالي اي كتله تكتشف بالصوره في الماموجرام، وبالتالي السن الصغير الماموجرام ملوش اي فايده، لكن السن الكبير لازم يتعمل ماموجرام. حاجه تانية السونار، لا السونار بيبقى ليه فايده سواء في السن الكبير او في السن الصغير، فالسونار بيتعمل سواء في السن الكبير او في السن الصغير. الرنين ليه متطلبات، يعني مثلا الثدي سميك جدا جدا جدا، الماموجرام مش مبين حاجه، تمام، وانا لا شايف بالماموجرام ولا شايف بالسونار كويس، ومحتاج حاجه ادق توريني، بستخدم الرنين. طيب واحده كانت عامله تكبير للثدي قبل كده وعامله حشوات سيليكون، حشوات السيليكون دي بيبقى صعب ان عن طريق الماموجرام او السونار ان انا اشوف كويس، وبالتالي بحتاج الرنين. يبقى دي حاجات معينه، متطلبات معينه بطلب فيها الرنين، يعني الرنين ما يتعملش على الفاضي من المليان، مش اي واحده يعني شاكه في حاجه وقلقانه من حاجه تروح تعمل رنين، لا، الرنين ده اولا غالي، ثانيا اشعاع كتير ملهاش اي لازمه، تمام، يعني طالما ان السونار والماموجرام هيديني النتيجه اللي انا عايزها، فمحدش يستسهل او يعني يفكر ان ده ذكاء منه ان انا اروح اعمل ماموجرام رنين، مش مشكله يكون غالي ادفع، بس المهم ان انا اخد حاجه اهم، لا، اغلب الحالات السونار والماموجرام هما نفس نتيجه الرنين، مش هتفرق في حاجه، وبالتالي انا بعمل السونار والماموجرام، لان السونار والاكس راي اكيد اقل خطوره بكتير من الرنين، وفي نفس الوقت اقل تكلفه وانا مش محتاجها، تمام. الرنين ليه متطلبات محدده، في كام حاجه كده لازم اعمل فيهم رنين، تمام. طيب يبقى قلنا اول حاجه الكشف، عشان ما تتوهيش مني، اول حاجه احنا بنعمل الكشف، تمام، عند جراح، دي اول حاجه، وبيعمل لك الجدول، الجدول ده بيبقى فيه التاريخ كام، خلاص، الكشف بالايد باين ايه، تمام، انا كشفت عليك في العياده ولقيت 1 2 3 او ما لقيتش حاجه خالص وكانت سليمه، عملنا الاشعه اللي هي نوعها ايه بالظبط، سونار ماموجرام رنين، وطلعت النتيجه كذا، يبقى اذا الحمد لله كله سليم، ما فيش حاجه، تمام، ده بتاريخ النهارده. لو احنا قررنا هنعمل متابعه كل سنه، يبقى السنه الجايه خلاص انا هكلمك قبلها بيوم، هقول لك انت ميعادك بكره تجيلي، تمام، عشان نكمل الكشف المبكر بتاعك. يبقى اول حاجه ده الكشف، ودي الخطوه الاساسيه اللي بيتبعها الحاجتين التانيين. الحاجه التانيه هي الاشعه، تمام. الاثنين دول على بعض بيتعملوا يا اما كل سنه، يا اما كل 6 شهور، يا اما كل 3 سنين حسب الحال. طيب ايه الحاجه الثالثه بقى اللي انا بقول عليها؟ الحاجه الثالثه هو الكشف الذاتي، حاجه اسمها بريست سيلف اكزامينيشن او بي اس اي. ده حضرتك بتكشفي على نفسك في البيت. طيب سؤال، اعرف منين يا دكتور ان انا اكشف على نفسي ازاي؟ يعني انا احط ايدي على صدري وخلاص وادور على اي حاجه؟ لا طبعا. دي اولا انت ليكي طريقه ازاي بتكشفي على نفسك، خطوات يعني. ثانيا انت بتدوري على ايه بالظبط؟ يعني انت لو لقيتي كتله او لقيتي حاجه بتوجعك او لقيتي تغير في شكل الجلد او لقيتي تغير في شكل الحلم، الحاجات دي كلها لازم انا اللي اشرحها لك. يبقى ده برده دور انا لما تجيلي العياده او اي جراح ثدي لما حضرتك تروحي له العياده، لازم يعلمك ازاي تفحصي فحص ذاتي في الثدي للثدي بتاعك، وفي نفس الوقت تعمليه امتى. الفحص الذاتي بتاع الثدي ما بيتعملش اي وقت في الشهر، بيتعمل امتى؟ بيتعمل بعد الدوره باسبوع. طيب اولا كلكم عندكم او اغلبكم عندكم معلومات عن الفحص الذاتي للثدي، وبتدخلوا على فيديوهات على اليوتيوب وكده وتتفرجوا على الفحص الذاتي. طبعا اكيد لما تتفرجي على اليوتيوب غير لما تبقى دكتور واقف معاكي وبيشرح لك بالتفصيل يعني، ماشي. فطبعا يفضل الدكتور اللي انت بتروحي له، اللي انت واثقه فيه، دكتور الثدي اللي انت واثقه فيه وبتروحي له، هو اللي يشرح لك ازاي تعملي الفحص الذاتي عنده في العياده. طيب ليه بعد الدوره باسبوع؟ دي حته يعني ايه، جايز اغلبكم بيتساءل وما عندوش حل، يعني اغلبكم عارفين ان احنا لازم بعد الدوره. ليه بعد الدوره؟ عشان في ستات كتير او بنات كتير بيبقى عندهم وجع في صدرهم قبل الدوره. الوجع في الثدي قبل الدوره ده سببه ايه؟ ده موضوع تاني، بس هو عامه سببه الهرمونات، ومش في كل البنات، في بنات ما بتحسش باي حاجه خالص في الثدي طول الشهر، تمام، وفي بنات كتير جدا بتحس بوجع خلاص طول الشهر، وبيبقى ازيد قوي قوي قبل الدوره، ومع نزول الدوره يبتدي الثدي يهدى، تحس كان الثدي، تقول لي كان الثدي ملتهب، تلاقيه محتقن كده ومنتفخ وبتاع، وممكن يحمر كمان وبيوجع قوي، وما تطيقش حد يلمسه ولا هي تلمسه ولا بتطيق الهدوم ولا البراء عليه. طب ايه السبب؟ السبب في ان الهرمونات بتاعه الانوثه اثناء الدوره الشهريه ما بتبقاش ثابته. هنشرح الموضوع ده ان شاء الله في فيديو تاني، هتكلم فيه عن الاوجاع بتاعه الثدي او ايه اللي يخليك تحسي بوجع في الثدي وتتعاملي معاه ازاي. لكن عامه الوجع بيزيد، الهرمونات بتاعه الانوثه بتزيد قوي قوي في الدم، وتوصل لاعلى حاجه، اعلى حاجه قبل نزول الدوره، ومع نزول الدوره يبتدي الهرمونات كلها تقل في الدم. طب الهرمونات دي بتعمل ايه في الثدي؟ بتعمل تكاثر في الخلايا، الخلايا كلها تبتدي تتكاثر، الدم يبتدي يزيد، يحصل احتقان في الثدي، بس تحس كان الثدي بتاعك ملتهب، كانه كبر، حجمه كبر شويه، تقل،
تمام، بيوجع وجع شديد في صهد، تمام، حاسه بسخونيه في صدرك، تمام، ده كله بيحصل قبل الدوره باسبوع، ودي حاجات طبيعيه. يعني ما بتبقاش، ما بيعتبرهاش مرض قوي الا لو في تكيسات برضو اللي احنا هنتكلم عليه في الموضوع بتاع الاوجاع، فده مش موضوعنا. احنا دلوقتي بنتكلم على الكشف المبكر. انا قلت لك انت بتعملي فحص ذاتي لنفسك كل شهر، اللي هو المفروض انا اللي اعلمه لك في العياده. الحاجه الثانيه انت بتعملي كشف عندي سواء كل سنه، كل 3 سنين، كل 6 شهور، على حسب احنا اللي بنحدد. الحاجه الثالثه بنعمل اشعه مع الكشف، تمام. طيب نيجي بقى للسؤال الثاني، اللي هو امتى بنعمل الكشف المبكر. يعني حضرتك دلوقتي بتقول يا دكتور ان الكشف المبكر ممكن يتعمل كل سنه، كل 6 شهور، كل 3 سنين، في نفس الوقت ابتدي امتى؟ طيب قاعده عامه، اي واحده فيكم بتسمعني فوق سن ال 40، تمام، لازم كل سنه، تمام، دي قاعده عامه، فوق سن ال 40 لازم كشف كل سنه. طيب هنفترض انك فوق سن ال 40 وكشفتي ولقيتي عندك خلايا نشطه. يعني ايه خلايا نشطه؟ خلايا نشطه دي يعني خلايا هي مش سليمه لكن في نفس الوقت مش سرطان، يعني بتشاور عقلها على وشك انها تقلب، تمام. فالخلايا اللي من النوع ده يعني ساعات جوه الفايبرو ادينوما، زي ما قلنا قبل كده، الفايبرو ادينوما اللي هو الورم الليفي الحميد في الثدي اللي احنا اتكلمنا عليه في فيديو سابق، ساعات بيبقى جواها خلايا نشطه، ولو في حاجه زي كده احنا بنتابع كل 6 شهور مش كل سنه، تمام. فهي انا قلت لك فوق سن ال 40 بتتابع كل سنه، بس ده على اساس ان ما عندكيش حاجه خالص، تمام. لكن لو عندك حاجه زي كده هتتابع كل 6 شهور، تمام، او هنقرر نشيلها حسب الحاله، نشيل الخلايا دي ونرتاح احنا الاثنين يعني. فدي قاعده عامه بالنسبه لفوق سن ال 40. طيب تحت سن ال 40 بقى، تحت سن ال 40 عامه انا بنصح برضو بالكشف كل سنه. ليه؟ لان احنا ابتدينا نشوف دلوقتي حالات كتير سنها صغير، للاسف حالات كتير قوي في العشرينات من عمرها احنا بنشوفها في العياده وفي المستشفيات بيجي لهم السرطان للاسف. فانا بنصح بالكشف من بدري، تمام، من اول سن 20 سنه، لان انا شفت حالات عندها سن صدمة صغير وبيحصل لها سرطان. فاحنا الكشف المبكر مش هيخسرك حاجه، تمام، لكن على الاقل تمام بنطمن منه. فالكشف المبكر ده بعيد تاني، ده معناه ان انت مش بتشتكي من اي حاجه ومش حاسه باي حاجه، لكن رايحه لدكتور الثدي اللي انت واثقه فيه عشان تطمني على نفسك، ده معنى كلمه الكشف المبكر، تمام. الكشف بقى اللي هو من بقى قبل ال 40 ده بيبقى كل سنه ولا 3 سنين ولا ايه؟ برضه حسب الحال. يعني عندك فاميلي هيستوري، عندك والدتك او اختك او بنتك جالها سرطان ثدي ولا لا، تمام، عندك حاجه في الثدي دلوقتي زي ما قلنا خلايا نشطه او حاجات تشكك في الموضوع، تمام، ان هي ممكن تقلب لاورام خبيثه او حاجه مشكوك فيها عامه، تمام، فدي بتحتاج متابعه دوريه، اوكي، ولا ما عنديش حاجه خالص، هو ده اللي بيفرق معانا خلاص في قد ايه. فده انا بقرره حسب حالتك انت، يعني حسب ما اشوف في العياده واقيم حالتك، تاريخ المرض اللي انا باخده، اللي هو بسالك شويه اسئله، جالك امراض قبل كده ما جالكيش، خلاص حد في العيله عنده، انت بتدخني ولا لا، تمام، البتاع اول ولاده في حياه، اول حمل في حياتك كان امتى، متاخر ولا بدري، سن البلوغ واول دوره نزلت لك كانت متاخر ولا بدري، كل دي حاجات بتفرق في احتماليه حدوث المرض. فانا على حسب الحاجات دي كلها بنقرر احنا هنعمل متابعه كل قد ايه بالظبط، تمام. اتمنى تكونوا عرفتوا او فهمتوا فكره الكشف المبكر. اكيد انت مش هتقدري تحددي لنفسك انت جدول المتابعه بتاعك هيبقى كل قد ايه بالظبط، لكن على الاقل خدتي فكره ازاي الدكتور بيقرر ده، وازاي احنا بنقرر ده في عياده الثدي عندنا، ان احنا ازاي بنقول لك انت هتيجي كل سنه، لا هتيجي كل 3 سنين، لا هتيجي كل 6 شهور، حسب حالتك، حسب حالتك انت، في عامل وراثي ولا لا، عندك حاجات تقلق، عندك عوامل مساعده ممكن تساعد في حدوث السرطان ولا لا، ولا ما عندكيش حاجه خالص، هي دي الحاجات اللي احنا بنقرر بيها، تمام. ربنا يديم عليكم الصحه يا رب ان شاء الله، ويشفي كل مريض. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديوهاتي، تابعوني دايما، والفيديو الجاي ان شاء الله يعني هحضر لكم موضوع طلب مني كتير باذن الله، تمام، مش هحرقه بقى. باي باي.